What is this? Is this a shifter car? You think that's funny? I'm used to luxury cars. I drive cars that shift themselves. My cars shift themselves. هلا معكم ثامر من قناة ميكا فيلم، واليوم راح نقدم لكم الجزء الثاني من سلسلة 10 أفلام اختطاف تستحق المشاهدة. فحبيت أسوي جزء ثاني من أفلام اختطاف غير مشهورة، وشاهدت كم فيلم قبل إنتاج هذا الفيديو واستمتعت في كل فيلم شاهدته، وكل فيلم في هذه القائمة قصته غريبة. عندك فيلم ومسلسل اكتبه تحت بالتعليقات، وراح أعلن عن 3 فائزين نهاية المقطع القادم. No cameras. 1798. That was a bad year. 90 seconds. ومعنا الفيلم الجميل واللي راح يجذبك من البداية، غير كذا الأحداث البطلة والغموض اللي جعل هذا الفيلم ممتع للمشاهدة. يتكلم عن مجرمين يسرقون جوهرة غالية جدا، ولكن المشكلة في اثنين من هؤلاء المجرمين، طبعا منهم المجموعة، غدروا فيهم وسرقوا الجوهرة. تبدأ قصة الفيلم الرئيسية بعد 10 سنوات من أحداث السرقة. يتم اختطاف بنت الدكتور. بتقول لي ليش؟ وش دخلها بالموضوع؟ شوف، في بنت موجودة في مصحة عندها رقم سري. البنت هذه أبوها من المجرمين اللي سرقوا الجوهرة. يقولون للدكتور شوف، لازم تحاول تعرف سر هذا الرقم من هذه الفتاة الموجودة في المصحة. والمشكلة الأكبر إن هذه الفتاة مريضة وما تدري وش صاير لها بالضبط. اختصار فيلم مميز وفي أحداث كثيرة وبطلة وما تنفوت. Karen Jennings thought she had it all. A beautiful family. Will you wiggle your wings after you take off? Better watch and see. يكفي ان اللي في هذا الفيلم شارليز ثيرون، ممثلة اغلب افلامها مميزة وهذا الفيلم منها، غير كذا يعتبر من افلامها الغير مشهورة. يتكلم عن عصابة كل مرة تخطف وتاخذ المال وتنجو وما في احد يمسكهم. يقررون هذه المرة اختطاف بنت عائلة غنية للحصول على المال. والمشكلة الاكبر ان هذه العصابة مكونة من 3 اشخاص. الاول يذهب الى بيت الزوجة، طبعا زوجها موجود في مؤتمر بعيد عنها. الشخص الثاني امرأة موجودة عند الزوج علشان ما يحاول بلاغ الشرطة. الشخص الثالث تكون عنده البنت المخطوفة. ومن هنا تبدأ قصة الفيلم الرئيسية. والآن وش راح يصير وما قصة هؤلاء العصابة بالضبط؟ ومعنا فيلم مظلوم وممتع وكان من ابداع جودي فاستر. تخيل انك مسافر بالطيارة وتتفاجأ بامرأة موجودة بالطيارة تقول بنتي اختفت وما ادري وين راحت، وهذه الام بكامل وعيها وما فيها اي شيء. والان وش صار لبنتها بالضبط وكيف اختفت بالطيارة زي كذا، وما هو السر المرعب وراء اختفاء ابنتها؟ فيلم فيه احداث غريبة وملفتة. Are we there yet? We are making the turn now. It's the last house on the left, in case you forgot. It is the only house for miles, Dad. من الأفلام الممتعة واللي راح تربطك من البداية، في عصابة هاربة من الشرطة وكل واحد منهم أخطر من الثاني. ومن طرف آخر في عائلة بنتهم راحت وقالت لهم راح أرجع بعد كم ساعة، ولكن الشيء الأغرب في رابط بين هذه العصابة وهذه العائلة. فما هو وما سر عنصر الاختطاف في هذا الفيلم؟ فيلم فيه أحداث حماسية وتشدك، وفيه أحداث لو قلتها بحرق عليكم. فيلم جميل ولازم تشاهده. That's a beautiful car, sir. Yeah, don't touch it. Navigating home. Oh, you beauty. Yo, talk to me. من الأفلام الحماسية واللي حبيتها وقلت لازم تكون في هذه القائمة. الفيلم جدا مظلوم. يتكلم عن 2 يشتغلون في مطعم ودائما يسرقون سيارات العملاء، وعن طريق الجي بي اس يروحون لبيت صاحب السيارة، ولكن المفروض عملهم أخذ سيارة العملاء وإيصالها للمواقف. وبالصدفة يأخذون سيارة عميل غني، طبعا صاحب هذا السيارة والبيت سايكو مريض. يروح لبيته، ولكن المشكلة ليست هنا. السارق دخل بيته ولقى غرفة فيها بنت مخطوفة. من هنا تبدأ قصتنا الرهيبة. والآن ما سر هذه الفتاة وما سر الخطر اللي راح يواجهه هذا السارق؟ من الأفلام الصعب تتوقع أحداثها وجدا مميزة.
Sacramento Police Department. We're entering silent alarm. فيلم رايق وممتع، ولما كنت أشاهده ما حسيت بأي فترة ملل خلال مشاهدتي، واللي راح يشدك سرد الأحداث اللي يخليك صعب تمل من الفيلم. الأمر اللي جعلني أهتم أن يكون هذا الفيلم في هذه القائمة يتكلم عن شرطي يتم اختطاف ابنته الصغيرة، ومن طرف آخر ثلاث مجرمين يهجمون على بيت ناس أغنياء علشان يسرقونهم، ولكن يتفاجئون بوجود الشرطة فور وصولهم، والمجرمين يحجزون كل اللي في البيت. بتقولي ثامر وش قصة بنت الشرطة اللي اختطفت وش دخلها بالموضوع؟ شوف، البيت اللي هجموا عليه المجرمين فيه حاجة مهمة ولازم الشرطي بنفسه يجيبها من هذا البيت بالتحديد، لأن العصابة تعرف هذا الشرطي وكل شيء عنه. والمشكلة الأكبر، العصابة ما لها علاقة بالمجرمين اللي دخلوا البيت، ومن هنا تبدأ القصة البطلة. والآن وش راح يصير لهذه العائلة وما قصة هذه العصابة والشرطي بالضبط؟ That's Jake's brother. Pull over. Hey, what's up? Come here. من الأفلام الجميلة واللي قصتها غريبة. أحياناً إذا جاء المختطف يخطف أحد المفروض إنه يخاف، ولكن في هذا الفيلم العكس تماماً. خلال هذا الفيلم راح تعرفون الأحداث بالضبط. شوف، في واحد اشترى مخدرات من عصابة، ولكن المشكلة ما سدد. يقررون اختطاف أخيه الصغير علشان يسدد لهم المبلغ. طبعاً أخيه ما يحس بالراحة بالبيت ودائماً يحس بالملل، فأمر اختطافه بالنسبة له شيء عادي ويمكن يستمتع أكثر، لأن هذه العصابة ما هي خطيرة ودائما ما يسوون حفلات. ولكن الأمر لا يتوقف هنا. حالات هذا الفيلم إنه يتكلم عن قصة حقيقية. هذا الفيلم جدا ممتع وفي منه نسخة ألمانية، ولكن لو تبي تشاهد النسخة الأمريكية هذا الفيلم وجهتك. الفيلم يتكلم عن عائلة حبت تغير جو وتذهب إلى منزلها اللي قرب البحيرة علشان تستمتع في الإجازة الصيفية. عند وصولهم يجيهم واحد طيب ومسكين يقول لهم أنا أبي بيت، ولكن الأمر لا يتوقف هنا. يرجع مرة ثانية مع شخص آخر، ومن هنا تبدأ القصة المخيفة. يجبرونهم على لعب ألعاب غريبة ومخيفة. فيلم جميل وصعب تتوقع أحداثه. كلمة طيب غيرها وحولها إلى وحوش. No sequential notes, no traces, no paint bumps. Gonna work, Cooksies. She's worth a lot of money to us. من الأفلام المظلومة واللي شاهدتها قبل إنتاج هذا الفيديو، جدا مميز وأعجبني من موسيقى تصويرية، من تمثيل بطل، ومن سيناريو رهيب. في اثنين يقررون اختطاف بنت شخص غني، وأهم شيء يسوون هذه الجريمة وما يكون فيها أي أخطاء، وراح تلاحظون دقة عملهم من بداية الفيلم. الأمر لا يتوقف هنا. يطلبون مبلغ كبير من والدها. غير كذا الفيلم فيه أحداث بطلة راح تصير في هذا الفيلم. غير كذا من الأفلام اللي صعب تتوقع أحداثها. عيد وكرر، صعب تتوقع أحداثها. What is this? Is this a shifter car? You think that's funny? I'm used to luxury cars. I drive cars that shift themselves. My cars shift themselves. بليز، لازم تعرف ان الفيلم ما له عمر محدد وتقدر تشاهده في اي عصر او في اي سنة. بعض من الناس يفضلون الافلام الجديدة عن القديمة، وهذا امر خاطئ جدا. فقط ركز بالاحداث وراح تستمتع بالتأكيد. الفيلم هذا كان في سنة 1998، ولكن لو ما شاهدته فعلت اكبر خطأ في هذا اليوم. شوف، يتكلم عن واحد باختصار خرج من السجن، والشيء الغريب انه دائما معصب واخلاقه سيئة جدا، والسبب راح تعرفونه بالفيلم. طبعا الحبيب طلع من السجن، شغله الشاغل الانتقام من اللي كان سبب في دخوله السجن. يصادف فتاة غريبة جدا، يقرر اختطافها. والمشكلة ليست هنا. تذكرون يوم شرحت لكم متلازمة ستوكهولم؟ هذه البنت تعدتها بمراحل. اللي خرج من السجن قرر الذهاب لعائلته، والبنت هذه بصفتها زوجته. الأمر اللي راح يجعل هذا الفيلم مليان بالأحداث الغريبة والملفتة، مثل ما قلت لو ما شاهدته فعلت أكبر خطأ في هذا اليوم.